ما احنا شفنا 2005 ايضا نروح نشوف 2006 والكابتن سيد غريب والاستعداد ايضا من معسكر الاسماعيليه للموسم الجديد، وعملنا لقاءات مع بعض لاعبي النادي الاهلي، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الدكتور عطيه السيد استاذ كره القدم في جامعه حلوان وايضا رئيس قطاع الناشئين بنادي مصر، ولكن بعد الفاصل. ما شاء الله يعني المعسكر جميل، احنا بقالنا 3 ايام هنا، اشتغلنا صبح وبعد الظهر 3 فترات، شغالين كويس مع الاولاد، شغالين تخصصه كتير قوي، شغالين بنعمل محاضرات على الشغل بتاعنا اللي احنا بننفذه في الملعب، في بنحلل اداء اللعيبه بتصوير الفيديو وكده، وشغالين كويس. والمعسكر صراحه حاجه جميله جدا. احنا جينا الاولاد ما كانوش مصدقين المكان اللي هم قاعدين فيه، المكان كويس قوي، الاهتمام بيهم كان الفترة اللي فاتت ما يعني كان الاهتمام كان قليل شوية، الحمد لله شغالين الاهتمام كويس قوي بيهم، كابتن خالد بيهم وبيتصل بيهم كل يوم بيطمن عليهم، شغالين في المعسكر ان احنا نعمل حاجة كويسة للموسم الجديد بإذن الله. احنا شغالين كويس قوي، معانا مجموعة لعيبة كويسة الحمد لله، لقيناها بعناية كويسة بالجهاز بلجنة فنية، مش انا لوحدي، مستر ماركل ومعانا 5 مدربين بتوع القطاع شغالين في اللجنه ديت، الحمد لله يعني اخترنا احسن لعيبه في مصر الفتره اللي فاتت. والله الحمد لله احنا مجهزين المعسكر ده من فتره كبيره، احنا بنحاول على قد ما نقدر يعني نبين لنفسنا ان احنا الحمد لله شغالين الحمد لله، مش قدام حد، لا احنا نبين مع نفسنا، مش عايزين حد يدخل في وسطينا، احنا الحمد لله شغالين على تجهيز المعسكر ده بقالنا حوالي 2-3 اسابيع، احنا بدأنا فترة اعداد من 11-8 لغاية دلوقتي، يعني احنا في حدود 70 يوم او 75 يوم شغالين الحمد لله. كابتن سيد الحمد لله شغال، كابتن احمد، كابتن سيد كمدير فني، كابتن احمد صديق مدرب، كابتن فتوح مدرب حراس، انا اداري، كابتن محمد طه محمد معد بدني، الدكتور علاء مأمون طبيب، بيتهيألي مفيش يعني الحمد لله اي عقبه قدامنا الحمد لله. والله المعسكر يعني معسكر يعني زي الفل، كابتن سيد طبعا كابتن احمد صديق عاملين شغل روعه، ويعني الماتش الحمد لله التوفيق من عند ربنا، ويعني احنا عملنا اللي علينا، وكابتن سيد بعد الماتش الحمد لله شكرنا وقال لنا ان احنا لعبنا كويس، يعني اللعيبه بتاخد على بعض اكتر، وطبعا يعني بيفرق اليوم كامل عن تمرينه واحده، اللي بيبقى كله قاعد مع بعضه وكله يعني بنبقى يعني كله بيبقى فرقه واحده، ما فيش حد واحد بيبقى مثلا قاعد ولا حاجه، وطبعا يعني بيبقى في نظام غذائي والدكاتره والكباتن بيبقوا مهتمين بينا اكتر. طبعا المعسكر دي حاجه كويسه عشان اللي ناقصه حاجه برضو يزودها، وعشان الناس اللي لسه داخله جديده في الفرقه يدخلوا في الفرقه اسرع، وبس الحمد لله المعسكر كويس واحنا شغالين كويس الحمد لله. الفرق بس اللي احنا هنا بنتمرن كذا تمرينه في اليوم وليها نظام غذائي معين، انما في القاهره بقى التمرين برضو كل يوم بس الصبح، وكل هنا بقى بنتمرن كذا تمرينه في اليوم، انما هناك بنتمرن تمرين واحد. طبعا الحمد لله هو امبارح ادينا محاضره ونفعتنا النهارده الحمد لله واشتغلنا عليها. معسكر كابتن سيد وكابتن احمد صديق عملوا على قد ما يقدروا انه يظبطوا لنا المعسكر ده، والفندق جميل وكل حاجه ماشيه تمام، والتمرينات هايله، ومجهزيننا عشان لما نرجع القاهره نرجع للدوري نكون مقطعين الدنيا. ماتش النهارده الحمد لله لعبنا كويس جدا، لعبنا فريق اكبر مننا واجسام اكبر، بس عرفنا نلعب عشان كابتن سيد وكابتن احمد مدربينا على الكلام ده، والحمد لله كسبنا والكابتن سيد مبسوط والمعسكر ماشي كله تمام. المعسكر هنا احنا بنتدرب مرتين في اليوم، مره الصبح مره بالليل، ساعات بيكون مره الصبح مره ماتش، في محاضرات كتيره، بنقرر احنا بندرب مره كل يوم 5 مرات ولا ساعات 6 مرات في الاسبوع. وهنا معسكر احنا لما نخلص التمرين نرجع على البيت، كل حد على بيته، احنا هنا بنطلع الاوض نتعرف على بعض اكتر، اللي عنده اخطاء التاني يتكلم معاه ويعرفوا بعض ويحبوا بعض اكتر، في الملعب نكون الروح بتاعنا
احسن في الملعب من في العادي. احنا هنا كلنا نحب بعض، نتعرف على بعض احسن، فعارفين نلعب مع بعض كويس. المعسكر حاجه تشرف يعني، والملاعب كويسه جدا، واحنا عملنا اللي علينا في الملعب ونفذنا اللي حصل واللي اتقال لنا في المحاضرات، وكله يعني مشي زي ما اتقال لنا يعني. طبعا هنا احنا فرقه واحده كاننا اسره، كلنا في بيت واحد، كلنا بنشوف بعض، كل يمكن ما بنشوفش بعض غير 5 ساعات يعني، في 5 ساعات بس مش بنشوف فيها بعض يعني واحنا نايمين، وبنعيش كل لحظه مع بعض وكده يعني، وفي تركيز من المدربين والدكاتره وكلهم.